الفنانة نضال الأحمرية تكشف حقيقة خيانة تامر حسني لبسمة موسيل وسبب طلاقهم، موضحة هي صلة هالة عمر ويارا سكري بطلاقهم وخيانة الفنان لطليقته. وقالت نضال الأحمرية في مقطع فيديو نشرته عبر مجلة الجرس: تامر حسني صديقي وحبيبي وبسمة طلباتها ما بتخلصش، وأنا كنت بحس بالاضطراب في العلاقة من كتر إحراج زوجته ليه. حتى تامر كان بيضطر يعمل حاجات كتير علشان يداري على أفعالها ويكلم الصحفيين عشان يشيلوا الأخبار الوحشة عنها، وبسمة بوسيل كانت بتفرض شروط عليه وهو بيسكت لأنه عنده أولاد وتامر شخص بيحب الستر والعائلة. أما بالنسبة عن خيانة تامر حسني لبسمة بوسيل، لما نزلت ستوري وكتبت: حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا هالة، كل ده كلام مش مظبوط، وبغض النظر عن المعلومات اللي مش ممكن تتعرف غير عن طريق تامر، وتامر عنده شرف ومش بيحب يحكي لأي حد حتى معايا. كما قالت نضال: عيب جدا استخدام بسمة لأطفالها علشان تغص عليها تامر حسني، لو القضاء يفحص الأمر هياخدوا الأطفال منها لأن الحضانة لها شروطها ومقدساتها واللعب بالأطفال زي القنبلة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.